saaxiibaday meherkeedii baa dhacay iyo jacaylkeygii. yeah saaxiibaday ها جعيل إنا لله جعيلكي يا صاحبتي مهر كودي بعد عين إنا لله وإنا إليه راجعون. ما صاحبتي قد وحكى لك قوسين ترتين مع هو إذا صاحبك هايدين حتى يعني كما شكي حتى هدان شكين لها ولي قد هدوي ايا ويسلها اللي يا عن اسعران لها ويسلها اللي حتى من كان غاري قوة جرنو قوري قيادان هرقين جرني انا قا يسكو دمين جرني إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان دوما الله. شو حانا هاي نمو يكو أورنجرين دمر كيوغا سكو عادي بقى نحن كيوح الميت تقف كو هدوك قرسدو عادي لكن صاحب تابو قرسدي وحنوي والله بالله وأنت ترى كفرنا دمر كو أو سكو هل عادي ما علينا ده الشك يرنا وما عصمت هاي قالية هذا مرحبا حبيبتي إن وحنا هاينا هويدي ايا كليغي دشاي انيغو كليغي دشاي مركاس وان قرتي هادي انو كليغي دشاي اي وخا دعداي ان هويدي مركا وحي احيد جاد ولا احيد او جادكي بين جيرتي هو يتشات كي يمين ترتي اه هي اتكاتها شكرا الى قرأ هل مرة شير قرين دمانتين شير تولي كون ميقارن عاوة شير تكون ميقارن كسعو نشر كريا يا صحابي هو يدي تشات كي بنت تي ما داب هو يدي يا ابا يعني هو يرعي كالتاجين ان ابا هينا رير كلو اسكي يا شي ان رش يسو وتي اني كان هو يدي دب او دم بسماء اسم كورسن اني كو كلي كورسات مركز وان قرتها هو يدي حنكو كرات سدي ايدو تشات كي بس ان كوري اني كي هو يدي يا كبر شقالها با كون اونلاين أدو سن سكول يا مدرسة أدغاني وسوي نادي قبل وين بان نقضي إن مركا هو يدي مركا آد بيج على ذانيك واقرته هو يدي مجال ده أي كسر تشيدو عين مركا عند دقن حي أنا جو إنك استن قبل كل كسر تشيدو قبل ده الصومالية كم ذا أو مركز لإيه هي غير أبتي هين إن هدي أي حالة دول كاميرا سي أو هاي سوكر ستي أو محن كورة حدا إن أنسو وينادي أو محبريني يي حال قبرة أيان صاحب لها مركز واقرته قبرة دي أن صاحب كلاها يعني صاحب تنميدو هير بي قادي هو يدي مركي أنيقا إيسو إيبسو حال درع وشي ده تسالاهان وليد حال درع كليقا إيمسو إيبن صاحبة دين ويسو إيبن شرتي أتكاتي ما صو الصعدة هو إذا حد يحكي من السوسة حلو دنا ويبين شرتي ها هل كان حبا كتيرة أوف في رسالة حلا صو الصعدة بلايا صو الصعدة بلايا قبدك كل هو يدي هدي يحسو يبيسو حبدنا عن الله كده وحيت هذا أوجي إن قبدي كله صاحبه دا واقرته لبدا يدا رير آد بيسكو يقانن إن هو يدي هدي عن قريقة كرعجو إيجا ما وروشو سبب طاقة وحيس إن إيجا ورورين وحي أكتين عن قريقاس ما مدى كله تشوغو ما مدى كله سوا بعدا ما هيسان ها حلقة دي سكت شوغان إن واقرتي عاود ضد بنا راح اركا يعني نقول سب سود وهذا تيم اتكات سود وهذا قول لك تشعل كي نروح يو تحقل انت سود وهذا وادي سود وين تذكر اسمها سود ويو سبسكرايب تنا على وضع كسرة آدي آد سودو هذا صحابي ولكي عايز وما سنتهاي هيا إن والله شكدن وي أذك تهاي صحابي شاه صور شبت صور فريستا إن الله قرأ مركا waxaa dhacday in xaaladu markaa halkaa marisay gabadhaas yacni saaxiibtinimo way dhaaftay hooyooyinkayo ayaa ma aragtay anaga dartay u saaxiibay isku jeclaaday waxaa dhacday markaa anagu inan baano isbaranay marka aniga iga yar weynaa oo mad aragtay laakiin kale iskuul baanu ahayn laakiin labadoodba arday un baanu ahayn inaki waan isbaranay waan wada sheekaysanay jacaylkii adduunku aniga ii qaaday markaas waa gartay sheekadan maxaad u malaynaysaan ugaasi caawa maxaaladaha jeexjeexaya mise waa sheeko jacayl soo qora maadaama habeenki jacaylka adduunka tahay ugaasu sheekadan ay wada maxaaladaha jeexjeexaya
مسوا جعيل برسيش هيغا هاي وغاسو waxaa dhacday in aan wiilka aad isku jeclaanay, weliba isaga jacaylkiisa uu aad u sii badnaa, oo maaragtay heer uu gaaro reerkoodu inuu dee yacni waxbarashadiisa u baabiyo aniga dartay. waa garteen In reerkoodu ma garanaysaa markay u taag heli waayeen ay yidhaahdaan gabadhaa yare reer hebele reer qansax, annaga anoo keenin ma rabno ma doonanno, wiilkiina uu aada uga cadhoodo, akhiira reerkoodii wuu ka tegay, waa la waa dirday. garteen Heer buu gaadhay isagoo oo reerkoodu reer hantiile ay yihiin, isagoo reerkoodu reer maaragtay wax haysta oo lacag leeya ay yihiin, uu baalash la noqday aniga dartay. إنا لله وإنا راجعون. شعيلكا عاد قدرت أو ريركود وقلت يروح نقضي كبع سيء. ها أتكات هي هي عد بح تنكي سودو وصاحب هي. ان بالاش لو نقضي وحد عدي انو ما دركت مركه قار انا انو نص ساعه ايغا انت اوغو ايبيو ان سامبوس يوم حن كرادا وحياله يرير ان كن نص ساعه جري اما بريك تايم كا سكول كا خليك بريكا ان ان برتو وح كو بالاشين يي اوغييو انو اوغو هاي كي هاي ان هويو وي كا خماتاي ارينتا يدا اه haddee ka xumaatay reerkiiba u tagtay, waxay ku tiri waxba idinkama rabno, ilmahan yar ee silicsan ee baalashaha noqday maad aragtay idinkoo maartay xidha oo maad aragtay qol ku xidha هاي ayaa idiin dhaanta, aniga haddii kale mid aynu samayno waa laba caruura way isgeeyaan way israbaan aynu isku dhisno anigana mas-uul ka noqonaya damaanadooda qaadaya. هاي Hooyaday waxaa lagu soo yiri gabadhaadu iday tahay ma naqaano, هاي ammaan na sii. واقرتها Thank you. Gabadhaadu iday tahay ma naqaano, qabiilkeeda ma naqaano, ammaan na sii. Gabadheeda waan idiin caddayn karaa iday tahay, laakiin maadaama sidaa tiraahdeen yacni maca salaama, raalli naga ahaada intaan idiin imi idin soo xushmeeyey, laakiin xishmad garan maysaan idinku, ixtiraamna ma taqaaniin. Gabadheeda yar ee aan darteed inaan nin guursada u daayay aan sida qurux badana tarbiyada la usoo tarbiyeeyey usoo koriyey, maadaama dee aad wicil ama garcad aad igaga tilmaanteen, هيا ammaan baan idin siinayaa. Thank you هيا سيميون. waxaa dhacday markaa adigu hooyo aniga ii timiday waxay igu tiri hooyo dhegayso, wiilkaas waa inaan miskiina laakiin reer fiican kama soo jeedo, hadday fiican yihiin wiilkooda yar ee baalashilaha noqday si kale ayay u maareyn lahaayeen noloshiisa. Hooy macaaney, anigu labadiinaba waan idin kafaalad qaadan karaa, laakiin reerka xun inaan la xidido ma rabo, ammaan iska sii. Waan kuu ducaynayaa haddaad jeceshahay, ilaahay baa qalbiga kaaga saaraya, qur-aan baan ku saaraya, iska daa. adkaatay hooyadaas go-aanka hooyada go-aankeeda ma yeelleedin ninkii dartaa ba kabacasayaha u noqday hooyada haddeed ku tiraada iskaga hadh ma yeel lahaydeen haa iyo maya ma yeel lahaydeen waa yeel lahaa hooyada go-aankeeda iyo ma yeeleen ma yeeleen waa maya hee waxaa dhacday hooyo waxaan ku iri maadaabay hooyada aniguna aad u jecelahay, wiilkana aanan ka maarmin, noloshu uu ku nool yahayna aad u adag tahay, markaas anigu wax guura iyo waxaa ma rajaynayo oo xaaladu inay adag tahay waan arkaa, laakiin waxaan ma dayn karo. Sababta aan ku dayn karo waxaa weeye wiilkan cuntadiisa dhan hadday qado tahay hadday quraac tahay hadday casho tahay abdiqaadirow anigaa ka fikira, amaan gurigeyga ka qaado amaan ka saaxiibaday kasoo qaado. oo kaalay dadku ma wiilkii kabacasayaha idiin noqdayba diidaysaan oo hooyadu u yeesheen misaanaa khaldan wariyaa dadka nacayb wareesh dadkii wax jeclaayo dhan baana daawana necbaayo dhan baana daawanaya waa dad aan jacaylahaysan weeye laydinku dhufay haye laydinku dhufay ku soco ugaaso waxaa dhacday in markii dambe aan ku hooyo hayo wendiinaya hooyaday been baa u sheegay, laakiin ma dayn karaynin xaaladda uu markaa ku jiro, haddii aanu doonayaan aan calaf isku yeelanin,
لكن waxaan rabay xaaladda uu markaa ku jiro inaan marnaba aana kaga tegin oo aana حيل kaga bixin. فريد فريد أشهي إن أنت كلا سعطات ربط هذا مرة isaga marka xaalad adag buu ku jiraa, marka jacaylkayga laga reebay xaaladda uu ku jiro aniga dartay u galay ayaanan uga baxari karin go'aankaasna qaatay. واقرته هooyo lacag baan ka qaataa, gelinka dambe waan u tagaa, hooyo لعج baan u baahanahay, cuntooda maad aragtay la ii sameeyo, jikadan gala, waxaan u soo iibiyay weel aan gurigu isagu lahayn oo weel yaroo daboolan oo qurux badan baa soo iibiyay. Marka aan maad aragtay gabadha shaqaalaha markay cuntada sameyso wax walba sameyso jikadan gala, inna waan cuna, inna bahasha yar kulle sideer baan ku ridaa, waxaan ku ridaa bac ama boorsadeeda iskuulkan ku sii ritaa, sidaaban waag dhigaa, waan iskaga sii tagaa. Adigu hooyaday waxaa loo sheegay maalintaba arrinteedii oo dhan baa loo sheegay in maad aragtay aan qadada u keeno, quraacda u keeno, aan cashada heer, xataa cashada waan u keenaa. Gabadha saaxiibadeed baan ku dhahdaa kaala iraac, ما شاء hooyo الله lacag casho ka soo qaadana, cashaan soo iibiyaa ama guriga saaxiibaday baan ku soo sameeyaa cashada oo aan soo qaadnaa. Adigu dhowr bilood markii sheekadu sidaa ahayd, hooyo way ogaatay. Marka hooyo wala soo sheegay gabadhaadu ina kaare baalashlaha ayaabay, maxaan ku dhahdaa cunto u keenta, ما شاء الله aroortii halkaasi cunto ugu keenta, duhurkii waa u keenta, hooyo habeenkii dambe iyadoo caraysan oo madartaanu ma ogi marka inay reerka u tagtay, mar dambe ii sheegi doontaa, ayadoo caraysan bay gurigii anoo hurda ayay hooyo i dishay, teeqaarka dambe igaga fadhiista gowda iga saartay. jacaylku ha waara soo qora intii jacaylku wax ka taqaana inantaas jacaylku wax ka taqaanaa cuntada quraacdii u geysaa qadadii u geysaa waa rooyalo xaaladu jeexjeexeen oo cuntadii oo gaajoonaya wey iga soo qaadun anigoo kale haye waan hurdayo anoo hurday hooyo de idishayo waan hayo yacni naxdinti aan nahay iyo silalkan sillay waan booday hawuu waan iriyo waaban cararay albaabki intaan ka baxay. هيا marka qolkii gabadhii saaxiibadee gurigoodii baan oradkii ku galay baan ku tegay. marka qol yaro waxay deganayd daaqadiisu banaanka tahay, waxaan ku uri saaxiib saaxiib misay ku dirhee daaqada iga furhee, saaxiib hooyo isoo dishay, waxay igu dishayna ma garanayo. hooyo marka igama daba imana way ogtaa guriga guri aan ahay inaana tegin, هيا guriguna nagama foga. هيا laakiin dhibaatada taagan baa waxay tahay cabdiqaadirow, guriga gabadhii markay damacday inay iga furto, guriga hooyadood habeenkii qafil bay ku xudhaaba, hoostay ka qafishaa markay reerkan gabadha saaxiibaday هيا oo gurigii ma geli karo. واقرتها waxaan sameeyeen garan waayey, waxaan ku waayahay waxaan ma aragtay waxaan huwaday isii, adigu funaanad ba ii soo saartay, kabay ii soo saartay, sharabaaday ii soo saartay, maxaan ku dhahdaa waxay soo saartay bahal yaroo go'o la hagoogan karo dhaxanta. waan baqay markaa intaa kadib, يا waan baqay intaas way isiisay saaxiibaday, laakiin waan baqay. waxay ku tiri aniguna daaqadan ku taagnaanayaa haddii wax kugu soo baxaan sidaan u qayliyo hooyo, laakiin waan ka baqayaa, albaabka ma oran karo, kaale saaxiibad baa xilliga halka taagana fur. هاي kadibna fikrad baa igu soo dhacday, waxaan ku yiri saaxiib waan baqayaaye, saaxiibka meeshuu kabaha ku casin jiray baan iska aadaya, isagaan iska ag fadhiisanaya, وهبينيو waa habeen لقب ووري سحسحدي. هاي waxaa igu tiri haddaad soo weyday soo noqo sidaan kuugu wehliyaalo ana seexan maayo daaqadan ku tagnaanaya, هاي haddaan soo noqon waayana waan helay sida ula soco, waan kuuri waayahay. واقرتها waan soo tegay, waxaan u imi inankiyo meeshu fariisan جري kabadha qaad agtooda shaw kabadhada qaadka ayuu habeenki seexday dhex gala. هاي waaniga la hadlay isagoo hurda oo dhaxamoonaya go'ay aan sitay saaxiibadeed siisay baan saa u saaray, waan ooyay. marka intaan iska ag fadhiistay baan ooyay, شعيلك يا دحمون يا وتكتا oo هرداء. انا هي قوي مره شعيل بيحسس الساعه ثانك يو هي waan ooyay saasan cabaar u dul fadhiyay, waan ooyay waan ooyay waan ooyay, waagi baa igu baryay sidaan u ooyay aan u ag fadhiyay. ها قوي مره هي
waxaa dhacday haddii aan uu toosay saas uu soo kacay, maxaa kuku dhacay? Saas ii soo qabtay, maxaa ku helay? Farahaygiyo baraf noqday, buu ii kulkulileeyay cabaar. Halkii baan fadhinay waxaan ku idhi xaaladani ma anfacaysa, sidan ma ku jiri karne, maxaa adigu kuma jiri kartid, anigu hooyadii gurigii waan ku noqonayaa, maxaa xala? Wuxuu igu yidhi aniga waxa xala go'aan waxaan ku qaatay inaana reerkayga aan ku noqon oo aan shaqaysto, tanna waan ka baxayaa, adigana waa ku guursan doonaa, niyadda khayr u sheeg, wax walba waynoo hagaagayaan, weli waan yaryar nahay, waqti baan haysanaa. waa ware kaas mana dhalay jacaylku ixtiraamaya hay Xaaladdu haddii halkaa marisay, anigu waag markuu baryo waan cararay, waxaan isidhi hooyo lagu soo sheegayaa, ninkii bay hadda la joogtaa waa lagu odhanayaa. Waan cararay gabadhii saaxiibaday, baan daaqadii ku gargaray, albaabkii waayadaaba furtay, ba banaanki usoo baxday, gudihii baan galay, cabaar baan joogay, waan la labisanay, iskuulkii baan diyaar garownay. Hooyaday baa markiiba markaan sidaa guriga u galay, in yar ba aan dhar aan xidhay saaxiibaday leedahay, ayaaba maxaan ku dhahdaa albaabka kasoo gashay, ma aragteen naagti heblaaye ahayd oo soo booday, hooyo maxay igu dishay, hooyo xalay toole, magaalada midda kale ayibay leedahay, hooyo xalay ayibay cunugaadhi, maxaasaa igu gashay, hooyo maxaa kugu sameeyey, hooyo maxaasaa igu dishay, hooyo anoo hurda, hooyo waa iga nixisay, hooyo laakiin ima jeclid, xataa igamaad soo daba tegin, xalay anigii iyo eyda waa isla seexanay, eydii baa xagga fafadhiday, ana xaggana fadhi, marna waan gabay, marna eydaan iska eegay. weligiin jacayl dartii ma laydin diray, imise qofaa jacayl dartii loo diray? Aniga dhagax baa lala dhacay jacayl dartii, fartaasna way igala jabtay. Nin baan gabadhii saaxiibkii ka khiyaameeyey, fartaasaa laygu dhuftay. Alla, maxaa jacayl waxu soo marna ilaaho hee. Markaa waxaa dhacday, hooyo waxay igu tiri ina mari iskuul, maanta ma tegi sinaan kula hadlaan rabaa. Gabadhi saaxiibadeena way fasaxday, na maxaad ii toosin weyday gabadhi kalena hooyad baa, na maxaa ii toosin weyday gabadhu eyda cunug gaadhay, maanta hooyo waan kaa cabsaday, mar dambe waxaas yeen dhicin, adigu hooyadeena saaxiibadii hooyada baa iga sasabtay, adigu hooyo way soo kaxaysay, waxay igu tiri ninkan kama hadhisid soo maaha, waan ku dirayaa wadankana, waan kaa dirayaa iskuul dambe tegeysaana ma jirto, diyaar garow. waa garatay Abtigay oo Dubai jooga ayaa maaragtay laygu diray ciqaamad, ay ku tiri usoo dhamee gabadhan, ninkaasay u waalatay, mana arki kara reerku, saasay ila dhaqmeen. Markaas sidii baa la sameeyey, Abti ciqaamad 3 bilood buu igu soo saaray, Abti baa yimi, waa lii kaxeeyey. Abti markaa nin lacag leeyo shaqaysta buu haaye, gurigii hadduu sidaa ii geeyey, wuu yidhi shaqooyinkaygii iyo waxaygii baan ka habsaamay, waxaa laga yaabaa caawo inaanan imaan, haddaan imaadana aanan xilli dambe imaado. Markaa sidaa ula socda, gabadhanna soo dhaweeya, Abti baan u ahay, walaashi baa dhashay waydinkaas. haye sheekadu weli may adkaan qaybtii aad kaatay may gaadhin. Intaanay sheekadu adkaan, hal mid baan ka codsanaya, sheertu xilligan 1000 bay gaari jirtay, shaashaduna 500 ama 1 milyan bay ku dhawaan jirtay. Macaawa, maxaa faraaydi ka qabsaday? Ma jacaylada ku mashquulsantihin? Dhammaantiin hal mar sheegaray intaanay adkaan. Waxaa ugu hor sheegaysay faa'iiso MJ, hal qof u sheegaysay, laakiin 10-10 xabada urida 10-10 u sheegaray, ilaa intiina kor saaran. Nasriin 10, Rooshina 10, Sulaymaan 10, nin garxajisa naartiisa 10, yaa cadow jebiso 10, talayala dagaalamaysa laysma gaarin 10, Shundeer 10, war ma xiirta miyaa tani? Maxaa Shundeer ma xiirtid miya adi? Waxaan iska xira baayo lagu dhufay cagaari yaani. Markaa waxaa dhacday Abtiyo wuu tegay, sida markuu albaabka uga baxay baan anna sida albaabka uga baxay ma kala garanayo, meel waa Dubai meesho. Albaabka haddan sida anna uga baxay
sidan suuq u mirmiraysanaya gabdho Soomaaliyeed iyo inan maaragtay tagsila Soomaaliyan arkay. Inankii waan ku leexday, waxaan ku yidhi halkan qasab baa laygu keenay, jacaylkayga baa layga soo eriyey. Weliba been baan u sheegay jacaylkayga, kumaan ninkan adduunka ugu jecla oo weliba iqabay baan idhi, wuu iqabay. Ayaa maxaan ku leexday dhibaatadaas ay ku dhacday, ninkayga baa layga soo eriyaday, layga soo kaxeeyey, layga soo fogeeyey. Soomaali baan rabaa inaad ii dhex geyso oo suuq Soomaali hadduu jiro oo kale, waxaa u baahanahay lacag la ii ururiyo, tigir la ii jaro, waddanka laygu celiyo. waa gartay. Ma nasan sidaa markuu abti shaqadii waaday baan anna sidaa usoo baxay. Adigu gabdho Soomaaliyeed buu ii geeyey, adigu lacagyow baa la ii ururiyey, maamo tukaan haysata iyo baa la ii geeyey, maamadii baa ka haysay lacagyow iyo waxba la ii ururiyey. Adigu 2 cisho gudahood waa laysoo diray dib hoos u hey, xukumay. شاشة هاي لابنة هل مرة دبك سارة دمان تنتي مدكات شاشة دبك سارة دبك هاي 2 cisho gudahood baa laysoo celiyey anoo soconayaan hooyada weyne oo lugaynaya. هاي Hooyada way naxda na maxaa kugu dhacay, na maxaa ku helay, na maxaa ku helay. Abtigii oo soo hadlay oo markuu guriga kusoo noqday i waayey oo hooyo 10 jeer soo garaca gabadhi ma hayo. Hooyaday way naxday oo adigu gurigii baan tagnay, waxaan kuri hooyoy ninka adduunka aan u jeclahay, haddaad doonisid inaan noolaado oo si sharaf leh kuula noolaado, hooyo macaan adiga ninkaa jacaylkiisa naga dhex bax, waan ku baryayaa hooyo. Haddii kale wallaahi billaahi hooyo waad i waayeysaa, wax xun baana sameynayaa. Hooyada intaa kadib way baqday, wayna iga aamustay. Inankii hooyo waxay samaysay business bay u samaysay. ما ينن كتير شعر كاجي ها وإذا هوي بس وحاجة تصوف أنكو بتاعي قاعدة ها وحاجة أنكو قاعدة إنه نلاشي سأو بدلو أيدو بدشو وأن سكور سنو ونلاشي سمارتي أي رير كينا وحي ترى أنا ورير كشقة كملي هي أنا تجمعيو لكن وحن ربعنا بل نلاشي سأو حكي بدلو. ما شاء الله ما شاء الله هو في عم بيت ساس ما سمعنا إذا إن أنت الأشياء هذا إن أنت شعلته نروشي سما سمعنا إذا يا يا كسع inanki markaa waxay samaysay inanki tukaan bay maaragtay lacag bay siisay, tukaan bay u samaysay. Waxay ku tiri hooyo tukaanka ka shaqayso, habeenkii tukaankaas cunto wadani ayaabu ku sameynayay. Cunto wadaniga garanayaba malaynayaa, cunto wadani bay arbeen habeenkii badan Soomaalidu wiilkiiga ama inanteeda qofka soo doonanaya dagaalan siin la waa qosolka war ma siiyana soo shaqaysto oo inta haabi soo wada qoreen inta haa tiri qosolka taabti bal haye wiilka tukaanka ayuu wax walba ku iibiyaa, wax walba loo dhigay waa loo camiray, habeenkiina cunto wadani buu ku sameeyaa. Inanka adigu wuu shaqaystay, si fiican buu shaqaystay. Markaa waxaa dhacday, waxay ku tiri hooyo markaa si fiican iskugu filaatid, aad tukaanka faa'iido fiican ka soo saartid, maad aragtay kaala arag aad iska dhigtid gabadhayda, markaa waad ku filan tahay, waa ku siinayaa. Gurigaygana welibana waad degaysaan, mar hadduu gurigu weeyahay, guri hantiyana yahay, dee kule gabadheeda unbaan dhalay oo gabadheeda unbaa iskale. waa gartay Waayahay buu yidhi. Anigu farxad ba halkiiga bilaabatay. Cuntada gurigaygan uga samayn jirnay caadi ba loogu talagalaa, meheraddan ugu geeyaa gabadha shaqaalahaba loogu dhiibaa. Hooyo waxay tiri adigu ha u qaadin, gabadha shaqaalahaba u qaadasa, adigu wax baro, waxbarashadaada wado. Cabdiqaadirow markii ay muddo ay sanada kasoo wareegtay oo intaan isla socono oo habeen iyo maalin aanu oo fiidkii aniga saaxiibada intaan tagno meheradiisan kusoo caweyno, oo meheradii meherad weyn ay noqotay oo la ballaariyay, oo shaqaale 3 shaqaale marka ay ka shaqeeyaan, ayaa waxaa dhacday. Wuxuu igu yidhi iminka waqtigii aan kusoo dooni lahaa ayaa la soo gaadhay, waana kusoo doonayaa, waana isku filanahay. Horta marka koowaad, intaanu kusoo doonin, waxaan rabaa hooyo lacagteeda ee businesska igu siisay inaanu celiyo maanta. Hooyo lacagteedii oo lacag kusoo daray ayuu guriga noogu yimi, bahal yar bushqad yar buu kusoo riday. Wuxuu ku yidhi hooyo waa mahadsan tahay, madaxu ka dhunkaday, adiga hooyo lagu ku dayasho mudan baa tahay lacagtaadii.
iyo abaalkeeda, abaalkaaga maba gudi karayee wataas maanta. lacagtuu soo celiyey. Ha, iyo weliba lacag uu ku soo daray. hayaay ninkaas talo muxuu samayn doonaa balaaya soo socota. haye Hadday adkaanaysa Cabdiqaadirow, waa gartay inay adag tahayna u jeedaa ku socda. lacagtii markuu soo celiyey hooyo waxay tiri waayo hooyo shaqayso, gabadhaydana waan ku siiyey, aabaheed baan la hadlanaa maalinka diyaar soo noqoto. Waayahay bay hooyo, waayahay buu ku yidhi adigu naga soo tegay. Nolosheeda haddii halkii sidii ahayd, aroortii dambe waan ka soo fasax qaatay iskuulkaygii, markaa form four baan ahay. Hey. Waan ka soo fasax qaatay 7 cashan ugu talagalay inaan aroso. Ka soo fasax qaaday buu igu yidhi, lacag buu siiyey, wax walbaan soo iibsaday, waa soo shopi karaystay, aniga saaxiibadayba waa soo shopi karaysanay. Hey. Iskuulkii macalinki baan tegay, waxaan ku macalin waa kaa aroosad baan noqonayaa, intaa 7 casho ee ugu horeysa meherkaygii waxa igaan diyaar garoobiyo inaad fasaxdaan raba wakaas haye, buu yigu macalinkii Maruuq. Hey. Habeenkii uu noo imanayey ee uu soo doonistii ugu horreysay oon aabbe u yeernay, oo aabbe wad magaaladii uu deganaa uu ka yimiday, ee adeerada u yeernay, ee ilmaadeerada ilmaabtiyaashay hooyaday ciyaal ay habrar u tahay walaashay dashay adduunta cid kasta u yeernay, faamiliyadii oo dhan, labada dhanba, dhanka aabbe iyo dhanka hooyo. Hey. Waxaa dhacday habeenkii markaa habeenkii markaa wuxuu yidhi berri baynu ka dhigananaa ballanta, sababtoo caawa waan mashquulay, howlihii arooskan ku mashquulsanahay, waxaad samaysaa berri tuuli ayaa soo doonistu dhacasaa, caawana labadeena israacana maadaama howluhu igu badan yihiin, hooyo la soo hadlay u sheegay, caawana anigiyo maxaan ku rahdaa ugaaso hayaa israacana sheekada magacayga ma marin beenaa ku soo daray. adkaatay xaggee talo waxaa la geel loo socdaa sheekadu Caawa, hadday aniga waalatay. ogaaso haye waa israacana, oo waxaan soo kareynana hoteelka meherku ka dhicilaa, hoteelada magaalada ka ugu jeceshahay baan rabnaa, weliba hoolalka midu kasta intaan geeyo ayaan rabaa inaan ay ku soo qanacdo iyadu soo doorato. haye Aniga iyo saaxiibaday oon soo kaxaystay, saaxiib soo cararde, soo labiso, aniga jacaylkaygiiyo waan israacanay, adigu hoteelkii meherku ka dhici lahaa ayaynu soo dooranaa. Hey. Waan tagnay dhowr hoteel, dhowr midkaan arkaba aniga wiila qurux badan yahay, muhiimadaydu aniga waa inuu ninkaasi guursado. Koowaad, Hey. Hey. hoteelkan ugu horreeya la geeyey, alla waan ku qanacsanay, waa qurux badan yahay, maysu xabiibi, mid kalena waynu eeganaay, adu Hey. ilaa 3-4 hoteel markuu geeyey, midkan ku qancay. Markaas ayaan soo booking garaynay, waxaan tagnay fotadii fitashinada wixii loo sameynayey bahalada yar ee maata tigdada, waan soo doordooranay, kanaal idinku sameeya ma kanaal idinku sameeya, waan soo doordooranay wax kasta, gawaadhidii, sharaxaadi, wax kasta adigu waa isku soo dabarinay, intaasoo dhan waysla soconay. hey war maxaa soo socda u malaynaysaan balaaya dhacday. hey Haddii sheekadu halkaa maraysay, habeenkii farxad waan seexan waayey, saaxiibaday baan horgeynay, aniga isaga isku soo dambeynay, abaar baan gaariga ku wada sheekaysanay, wuxuu igu yidhi iska seexo, berritoola soo doonistu markay dhacdo saa dambe meherkiina dhacaya, oo hey labada maalmood isku xiga. mm-hmm. Waayahay habeenkii baan iska seexday, aroortii markaan saa usoo toosay oo aan madaragtay salaad subax tukaday, oo aan gabadhii shaqaaluhu ay banaanka hore markaa waxaan soo istaagay guriga hortiisa, markaa salaad subax saa tukaday, gabadhii shaqaalaha banaanka albaabka balaqan baan arkayo, waan Hmm. baxayo, saasoo kale baan kaabada u istaagayo, gabadhii shaqaalaha oo guriga hortiisa fiiqasa ayaan halka la sheekaystay cabaaro. Hey. Deetana waxay hor maray gawaadhi aroos, Hey. markaasaan idhi arooskayga iyo arooskan hadhow insha allah 2 bisha u dhaxaynasa, Hey. niyadan kaleya markaa anaa isla sheekaysanaya. Hey. Mar gudahan iskaga noqday, isagii baan wacay, iga qaban waayey, waxaan sidi malaha iska mashquulsan yahay, gurigii baan hagaa guriga xalay oo kalean hagaajinay, ilaa soo doonista baa dhacase, adigu telefoonka iga qaban waayey, hooyo igu tirina hooyo, bal waan iska shaqa tegayaye, wiilkii malaha maantana wuu mashquulaye,
هدوو كسو وعو آبها إلا مرهدو دوا أو يغانا أو ياد كل وي سو سعداني آبي با يمي قولا ابتياشي با يمادي ويلل إن حبرو داقن حي با يمادي غار ابتغر ليل ما ابتن حي با يمادي إلا والا سلا بلا ميسو دونست بما تحايده قولوهي أتكاتي 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 هاي هذا توسو أتكان ساي كوري واح كستوى للدياري قبدي محان كورا صاحبة ديوان وعي وحي قلت لحد كو إيمان أيا واح كست دياري إن ميل مع معلبة وحان كدل برناي شراء هذا إن حتى هاي سامبوس هذا تهاي إن كيك هذا تهاي مع معان أوردن أيا هالك كدل برناي إن وحي بقولي جمرك لكن يسجل كليان مقن يسجل بالتلفون كيسو دعيا مقبنا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتو كل مقيم بلده هيا أن أنا جو حاجة يور ور با مركها إجالي هو يدي أو أرد السبع هالك كسو هو يدا يرديسها. ها حد أم على ينسى بسم الله الرحمن الرحيم. هو يدا يرديسها هيا هو يدي أو أرد سور ور ك يو البهار ك يو وش جد وبدله يهي أنا مركها وحنية تكيري طلعوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مونا thank you for your هاي المقلة subscriber. أنت قادرة الله أبشر فيا يعني. أنا مركا نيدة وحان كإري مركان أركي هوية ذي ورور كموضة وحان سير هوية ذي ملاها شعيل كاغي ودنتي هوية ذي نميت كيسي سو أركتي إنا هوية لله ذي وجهي وإنا ذي إليه وحا كموضة راجعون. إن هوية محاكو هلاي هوية محاكو دعاي هوية محاكو دعاي بان مركا إري مكو سيد هذا بقى سلام الرؤية وحباكو دعاي هوي وهل وهوي هريرة هنتي سايس كجا اكتبي جودة حق الشيء إن وحي أركتي أب يدت كي أدنى تشوجا إن قال كي كلا اللي تشوجا أركتي شكدي ولا تشوجا أركتي مير أي يقول هذا الشيء مركي ويدي هوي سونيك إلى الشيء مركها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالي كارد وكل هذا ويد والله إنك قالوا أنا كقرنت وأنا أدو عقل بدن عبد القادر صاحبة دي مهر كيدي بعد عاي يا تعال كي يا صاحبة دي ها تعال إنا صاح تعال لله كي يا صاحبة دي مهر كيدي بعد عاي إنا لله وإنا إليه راجعون. ما صاحبة دي الله كلا قوسين ترتين مع هو إذا صاحبك هايدين حتى يعني كما شكين حتى عدن شكين لها ولي قلت هدوي ايه واسلاح الله يا عن اسعران لها واسلاح الله حتى من كان قاريق وكوة دي جرنو قوري قيادان هرقين جرني انا قاس قد من جرني إنا لله وإنا إليه راجعون. دو سبحان ماشي الله. وحانا هاي نمو يكو قرن جرن دمرك يجي أسكو عادي بقى نحن كحنا ما تيجي تقف كده جورسدي عادي لكن صاحب تابو جورسدي وحنوي والله بالله وأنا ترى فلانة دمرك أو أسكو هل ما عادي علينا الشك يرنا حتى عدوك وقلها علم القبتين حتى عدد هراء وقل الشك ذي هاي وحي وتري نينكي هايو قد حالة ودن مربو هوتيل زو كرينيسي او قرسي ذي مركا هايو وحي اللو ذي إنا إيو ترى ده صاحبة دابو قرسي ذي هاي هايو مالها وحكالات عرفتي هاي ملاو حكالات أركتي هاي ده إيه ما يقرنين صاحبة ده وجرس ده هاي ده قدر ده ويكوس بحده وان عرري وحن سير صاحبة ده جزء ويكورج صاحبة ده بعنو أردي عادي إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أذكر نفس بس لا يو نوتي بغماك وبيسي هاي إن وان عرري قولي صاحبة ده بنتي أو أروسك إيه بوق إيه سوحنك إيه فرحدة كجرتا أنا قياس كريم وأرضي هو حاسو لن إيه مموغدام حسي صاحبة دا كلي يد حب سو سيسيد أو كسو أويدد وحكو قسم إيه جعيل كاقنا أسو شيكتد هاي قول كان قلي وأيدو سد حران اللوش إلاق معركتي هيسو أفك اللوغ قاديو قبليه أنسو قلاس هاين أردن إلا تشوغان يا اللو هيسيو او قولك فديك كو جيرتا يدو سد خيران او سدا او شرحان
حتى حالة ما شرحنا مركز لسعنا مر بهول كنا قروح بدن إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إن وإنا إليه سيدي راجعون. وحوالا أيان ساي انتان أفرستي أنكور صاحب وقور سيدي محو سايقو قلي محو سايقو سميي محا دعاي لو أقول أولا لهذا إيه هو يدبا صوبح ويسوك حيين هو يدبا وحي لا يضحي تاد حن حن باتهين نبر كاد كتوك تنقبر دا إذا تاد حن حن باتي مرهيركي كل هذا أنا إله الدر ما أمن سيني موقتاي أرو سيني واحد أي واركا لكن اسمي لهيتي كوري جبا لايك أنا وحن كورو هايو صاحبة ديونا إن ما أنت حفلت بيلا حايين دور كمان كلها هاي صاحبة دي حفلة بيلها هاي أدو سيدي واحد صاحبة أو كلب عن نقضي قل كسنتي ومسك تشوف صدق واقرت دور كمان كلها هاي صاحبة دي لكن محي يجو إيمان ويدي إن صاحبة دي أقول ده حفلة دي وحبها كتير هاي فرح دو دي بانك قصو عياري مركز هاي كتير هاي إلهي كبق ويسيسو توكو إلهي وحن كبريا وحن كبريا إنان قلبي إلهي كان راعن gabadha la guursaday waa saaxiibada ee ninku u guursaday jacaylkaagu إنا لله وإنا إليه راجعون. استنى نقطة مرقع. أوي ورانا وقاس أو بلاي ما حلق الشيء يا ان عبد قادرو gabadha لح بلاد أين هادلين وإنها دي تساوي إيه دي سي عمتنا فالعن بو كلية كل أو أحي يحب لو بقى هالدين ها انت تكون معنا يدمركها يعني اللي حدا بلوت قبل داسي أوكي كمان كبح إن لح بلوت بانن هادلين أو آن عمتا عنين أن إنها دي تساوي إيه غيه oo aan sariir saarna ay faleen bay ugu socotay 6 bilood هاي. والله هو نحن والله بالله سيادة حالة هذا المركب وحن معون جرتي هذا الكسلوك هو ها ايه 6 بلود ما يحلين ما نحلين هاي. 6 بلود ما نحلين عنتنا من عنينين لبضع إن روض مدد كساوي مرنا وانقم أي مرنا وسوتو سي هو يعني لها اللين آبان لها اللين عيد بان لها اللين قولي غيغا لحظة بلوط تدكو كماكا لبحان سيدي قولي أي مرول بجيري تالو أو مرول بمارك تي دباتي كتشرتو أيو أها ساسل سكوهري دمي مريي إنا لله وإنا راجعون. إن أنت دي باتك كل أرقنا لكن دي باتك لا صوص عتو كله. كيف تحس إن واريا أنا إلى ماها. لكن سؤال بدي وديني أنت هاي غيبت كلو قل وقاس. من إنك خلدن مستقبل قبل صاحبتي إذا لا بد أقف كيف أحن. ما صاحبتها أحن مثل إنك. كيف أدخلت كسارسان. أنا قبل أن ساري لو رفيدة. نينو عن كل أبو جورسني. لكن قبل صاحبتي خيانتها. إلى عبد كداري. نين نكون أسكسو قرنا. ويد كل في هاي إذ وانا أكسر ما يشوف ماركي مركا وحاد عضي لحدة بلوت كدب ما لا بضبها أورينا هل مدراع هل مدراع نينكا خلدن وقصلك كبدا خلدن وأوهنت هاي إن وحاد عضي لحدة بلوت كدب إن ونسكك عاي إلهي قلبي يجي ويد تشيي إيه وحاد عضي noloshii oo dhan ayaan ka haray albaabka waxaan istaagin muddo 8 sannadooda qolka iyo suuliga iyo jikada ayaan muddo 8 sannadooda aan joogay aan gurigaaga ka bixin inaa ilay raaj noloshayda suuq qofkaas u galay ka waram ilaahay mid ku dhaariyay 8 sanno الحالة ذا كو جرت ها هاي
إن وان عافمات قبا مركن لحدا بلود باشوك أن أها لكن انتي كدن بيسي إن فلان بدو إلا حتى أي يغو سعوتا وفلان بدو وحي نقطة نولوشي دي كوباد ومتدي دي كوباد لكن سدية دا سنة وانتو كذا وان صوما إلهي بان آمن سنهي قدر كان آمن سنهي الحمد لله إن سدية سنة كدب وحد عادي حتى هدي تدكو معركتي تشاركو حطي وقف كردنتو تليفون كيسانو كسو تعسية ديا وما بحو قف كستو قردنتي قف كستانا قان تليفون كاسان كوعا وانك تعسية سبب تو او اه وحن عاد ونعيا قف إقرانا يا إساقا قرانا يا صاحبة دي قرانا يا نان أركو وأنا في ذا سيدا أها ما أنا بحين سيدي دا سنو واقرتها سيدي دا سنو انتي لغو قد اشتري وحا إسو دوني ننكستا ومغالا دي دقن او إيغا نحا مد فعل إسو دونا مد إسو دونا إن إيغا نحا او مارك تاي قرعا نقضا او إدرين سيني إنان مارك تلا إرابو أن إدي إن إن inaan cid leeyahay maadaama gabar la dhalay reer abti loo yahayna aan ahaa aan cuqdadna ka qaaday reer abtigay laakiin hooyaday darteed aan meesha marka aan ku joogo laakiin nin kastoo marka wax ismooda isoo doona walaala hadlaa wala isoo galaa in abtiga baan ahay abtiga baan ahay wax kasta anaga ku qabanana wax kasta anaga ku bahalkeenana heer ay gaarin intii xanaaqin ay yiraahdeen ninkaba ma dilaa أني قاعد أروح أبغى مقابوان عف ما قباب بعد لكن أني قاعد أيق وأن صدق أنت هو يدين وشاهين الباب كبحين حتى أنك بحنا مجال ذا أنك بحياة إن هو يدي تي لا هي بأتمي ودمت إنا لله وإنا راجعون هو ودمت يراون حرس هاي ما هنك دي متهوية الباب كلها ساري إيه ما عرفت حباشي اللي جاي تطبعت عشدتك إلى تشوجين أبا إيمي أبي وحيسكو كي قبصة ده هرت هي أبتي عشي اللي عن قبر ده يدي هل كنو تشوك أنا جا حقه بنا ما جالد إنه مكان ببحين لنا وان كحين لنا هي هو إذا هالمرة لو دعي إلى هين نحرسته يهويين كسوم هويين كردن أنت دي متابع الله هو نحرسته انت نون لا اله الا انت كيساك من نيست امين هاي ان وحا دعدي ان ان اباهي ويغو يري مانتا هويديد وي دمتي هويديد بان انو ما عرفت انت سو لي كيسي ستي غبدن هويديد وي دمتي ان انا انا كحيسنيا انا انا وحو قبانيا افاريد انا كبخا او انت سو اسنا اي قولكا كو جيرتي maanta hooyadeed way ka tagtay gabadhaydaana ka haynaya aabahay wuu ku adkaystay uuna kaxeeye markaa gabadh weyn baan ahay ma yeri laakiinse xoogay noloshu aniga wax macnaa ii ma laho dadka indhaha baan ka eega laakiin waan tukadaa waan soomaa waan salaadaa wax kastoo aan kala garanayaa aabahay bay ka haystay gurigii wuu geeyey abahay markaa waxba ma haysto oo nin maaragta xaas iyo caruur fara badan haysta weeye gurigii baa la ii soo iibiyey guriga hooyada iga dhimatay thank you no gurigii baa la ii soo iibiyey gurigii markii la ii soo iibiyey waxaan sameeyey aab wuxuu igu yiri xaggaan kuu diraa thank you ice hagan ku dira waxaan ku yiri abo turkiga hadar ii dir xooga inaan nafisaan rabaa abahay turkigu fiisa la ii diray turkiga adigu la ii keenay lacagtii yarayd ee maarti meesha laygu maaragta la ii soo ibiyey guriga waxa igaga baxbaxday adigu sidaan qofba qof ugu raad raadinaya fiisa iyo in dacwad iyo wax maaragtay la ii soo bahalkeeyo thank you
دعوة إيه وحاس أدوك لعقتي ويغا كلا يرياراتي وحي كو بحدي إنان قوري كو كرايستي إنان كو سوان ببحي إن ماركتي ويغا كلا دول دوشي لعقتي مركا عركي لعقتي نسير دمانسو وحان سيميي غريكا صو بحي إن آد بان قول دبتوضي آد بان ورفاضي الحمد لله قبل مر والبقدركا آمين بان هاي قبل مر والبقدركا يعني وحا كل عاي أي أقرنايين بان هاي لكن وا قلبي تشوي قلبي جاي بلا هاد وسو نقول لأي هاي قريب كان شوغا ولي كمان بحن إن تيمات كاتبان داودا شاكدو يقول دعادي أنيغا وحاكي سووريكتي لابي يطبان سنو إن وحان ربعين دي سو دعايسان وحول بوا قدر وقوغهي تيمات كاتبان داودا إلا يسو دعيان ربع إلا هي قلبيغا wixii hore aan xasuusto mar kasta oon ku riyoodo aan xasuusto in maad aragtay la iga soo duceeyeen qalbiga Ilaahay iga saaro